بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أعزائي المشاهدين وحلقة جديدة من برنامجنا الإنسان والحيوان. زي ما بنقول كل مرة، علاقة الإنسان بالحيوان علاقة وطيدة، علاقة كبيرة، علاقة عظيمة. إحنا طبعا بنتدخل فيها الحيوان، علاقة الطب البيطري. طبعا يشرفنا اليوم يكون معانا قامات من قامات الطب البيطري. معانا دكتورنا دكتور إبراهيم بو، رمضان. جنوب رمضان نقيب الأطباء البيطريين بجنوب سيناء. نرحب بحضرتك دكتور رمضان. أهلا بيك يا فندم. أهلا بحضرتك. ومعانا دكتور حسام خفاجي، مشرف دواجن ومن أهم عناصر الأدمن للجروبات البيطرية. أهلا بيكم. طبعا موضوعنا النهاردة طبعا بيشرفني دكتور رمضان ودكتور حسام، موضوعنا هام جدا. موضوعنا اللي هتناوله النهاردة هو قضايا الطب البيطري. احنا بنقول قضايا وبنتكي على كلمة قضايا لان خلاص احنا عدينا مرحلة المشاكل، وصلنا الى حالة يعني ان احنا ما بقناش نقول في مشكلة، لا ده قضية رأي عام، قضية مواطن، قضية صحة. طبعا يعني شفنا الفترة الاخرانية في مشاكل للطب البيطري، وكلمة مشكلة هعمل مذكرة والمذكرة هنعرضها على صاحب القرار وفي الاخر هوا. قضايا الطب البيطري، قضايا الطبيب البيطري، قضايا مهنة استراتيجية، قضايا استثمارات بمليارات، يعني يمكن تصل ل 250 مليار جنيه، قضايا صحة المواطن، قضايا تهم كل إنسان في مصر، لأن هي الاستثمار الحيواني، الاستثمار الداجني، الاستثمار السمكي، كل ده بيدور في حوار واحد. هنستعرض مع بعض أهم قضايا في الطب البيطري بتهمنا، ونبدأ مع أستاذنا الدكتور رمضان الخبرة والنشاط. ودكتور رمضان طبعا كان مدير مديرية الطب البيطري بجنوب سيناء سابقا، وحاليا طبعا نقيب الأطباء البيطريين بجنوب سيناء، ومن ضمن الناس اللي كل حاجة بنستشيرهم فهو حكيم من حكماء الطب البيطري. نبدأ مع حضرتك بأهم حاجة، أهم موضوع يؤرقك في موضوع الطب البيطري. شكرا جزيلا اول التقدمه بتاعت حضرتك بالنسبه لي. بالنسبه لقضايا الطب البيطري، اهم قضيه تشغل بال الاطباء البيطريين هي قضيه توفير فرص عمل. يعني لما يكون في 80,000 طبيب، وكل اللي بيشتغلوا في المجال الحكومي حوالي لا يزيد عن 7,000 طبيب، يبقى احنا في كارثه بالنسبه للطب البيطري. لما بنقول عايزين توفير فرص عمل للطب البيطري، ده مش مطلب فئوي، ده مطلب ملح للحفاظ على الثروه الحيوانيه. والفكره الموجوده ان احنا في فرص كتير، ان احنا نوجد فرص عمل بدون ما تتحمل الدوله اي اعباء ماليه. الدوله ما بتعينش ومفيش تعيين ولا تكليف، لكن في يعني خطوات ومجالات لفتح فرص عمل للاطباء البيطريين بدون ما نحمل اعباء على موازنة الدوله. من ضمن هذه الروافد للموضوع ده تفعيل القرارات الخاصه بضروره وجود طبيب بيطري في المزارع الموجوده. عندنا كم مزرعه لازم يتحط داتا للموضوع دوت، لو في قرارات للتنفيذيه للموضوع ده، والهدف مش منها زي ما قلنا مش هدف تشغيل الاطباء البيطريين، الهدف اللي هو الاساسي الحفاظ على الثروه الحيوانيه. لو في مزارع موجوده بدون طبيب بيطري، لازم نحسبها الخساره قد ايه على المربي، اللي بالتبعيه هتخسر وهتقلل من الناتج القومي قد ايه. هو دكتور دلوقتي يعني عشان خاطر ايه نبقى منظمين او محددين، حضرتك كده دخلت في اول قضيه من قضايا الطب البيطري، وهي عدم كفاية الأطباء البيطريين اللي موجودين على رأس العمل على مستوى الطب البيطري، سواء في مجالات الثروة الحيوانية أو الداجنة أو الإشراف على المزارع أو في جميع المجالات، نظرا لأن معظم الأطباء عدم وجود تعيين الفترة اللي فاتت، تعيينات أو مسابقات أو كده، ومعظم الأطباء البيطريين خلال العشر سنين اللي فاتوا طلعوا معاشات، فابتدى وجود قلة من الاطباء البيطريين عليهم كل الاعمال، فبالتالي مش كل الاعمال هتتعمل على كفاءه، فبالتالي هيبقى في تقصير
في الصحه بتاعت المواطن عن التقصير في الطب البيطري. تمام. فحضرتك دلوقتي اتنقلنا للحلول، يعني حضرتك دلوقتي بتطرح معانا حل من الحلول. تمام. واخد بالك، عاوزين نعرف من حضرتك كام حل، يعني الحل الاول اللي حضرتك بتقول عليه ده اللي هو تطبيق الاشراف على المزارع، كل المزارع الدواجن على والمواشي والصور السمكيه يبقى فيهم اشراف بيطري متواجد. تمام. فحضرتك تقول لنا، وتقول لنا يعني فكره حضرتك ازاي مش هنكلف الدوله، وفي نفس الوقت ازاي اللي هيعود على المربي وهيعود وعلى الدوله. تمام. لما يكون في اشراف على المزارع، هنا بالنسبه للطبيب البيطري فرصه عمل، بالنسبه للمربي انا حافظت على الثروه بتاعته كجزء من راس ماله، بالنسبه للدوله انا حافظت على جزء من الدخل القومي للبلد، بالنسبه للمواطن العادي انا هنا لما يكون الطبيب البيطري هو اللي بيشرف على المزرعه يبقى انا ضمنت منتج خالي من الامراض، منتج خالي من متبقيات الادويه. ودي مساله خطيره جدا. ليه؟ لو انا سبت المجال ده لغير اهله، هي واحد باراميديكال او واحد مدعي المهنه هيخش يعالج، هيدي علاج اراه من زميل او في كتاب او على جوجل، هيدي علاج. لو المضاد الحيوي زياده وتبقى في الطائر او في الحيوان هيستهلكها الانسان، هيتحول جواه المضاد الحيوي دوت، مع الوقت هيحصل هينتج انواع من البكتيريا او الميكروبات مقاومه لهذه المضادات الحيويه. لما الانسان يصاب بعد كده باي ميكروب مش هيقدر يتعالج بيه زي ما كان بيتعالج الاول، ودي خطورتها على الانسان. طيب يبقى احنا هنا قلنا الاشراف هيكون على حساب مين؟ على حساب المربي اللي مردوده هيجي للمربي بعد كده، وعلى المواطن المصري. ويكون عنده يعني عدد معين، يعني ما يكونش مثلا اقل من 500، لا يكون تعداد مثلا 5000 مثلا، 5000 بالنسبه للمواشي مثلا 50 مثلا، 50 راس مثلا فيما فوق. تمام. فدي احنا كده وفرنا فرص عمل بدون تكلفه على مزمن الدوله، دي حاجه. طيب الحاجه الثانيه برضو لو اتكلمنا على الفنادق، احنا عندنا منتج سياحي في ربوع مصر كلها. طب عشان نحافظ على الجوده بتاعه السياحه، مش عشان نوجد فرص عمل، لازم احنا مشكلتنا لما بنيجي نقدم المشكله لصاحب القرار واتخذ القرار بيتفهم انه مطلب فئوي. لا، انا لازم اقدم المطلب بتاعي على اساس انه مطلب قومي يحافظ على البلد وعلى المنتج اللي بتقدمه البلد. لما يجي في السياحه وفي مشكله في السياحه، حصلت حاله تسمم، ايه اللي ممكن يعود على السياحه من اضرار سلبيه؟ يبقى انا هنا نزلت جوده السياحه، والمنتج السياحي قلت كفاءته، قلت تسويقه عالميا. لما يبقى هنا في طبيب بيطري موجود في كل فندق عشان ارخصه بمستوى معين كذا نجمة خمس نجوم، لازم افرض ان يكون في طبيب بيطري. كده يبقى انا مش الهدف ان انا اوجد فرصه عمل، الهدف ان انا احافظ على المنتج السياحي وعلى جوده المنتج السياحي. بالنسبه برضو لمراكز الشباب، ايه المانع مراكز الشباب العالميه زي اللي هي معروفه عالميا، الانديه زي بيت الشباب اللي موجود في شرم الشيخ وفي الغردقه والحاجات دي، ده بيوت دوليه، وده ليه اللي مانع ان يكون في طبيب بيطري؟ في عندنا دي كلها برضو هتوجد فرص عمل وفي نفس الوقت تحافظ على صحه الانسان، ضمننا هنا صحه الانسان، ده الهدف الاساسي. في بيستعينوا في اماكن اخرى بالاطباء البيطريين من الاماكن من المدريات، في شركات البترول وفي الصحه. ايه المانع ان احنا كل شركه من دي تعين طبيب بيطري؟ وخصوصا ان المدريات اصلا عندها عجز شديد في عدد الاطباء. الطبيب يعني هديك مثال، في جنوب سيناء مثلا مدينه زي بورديس فيها طبيب بيطري واحد، الخدمه بتقدمها بيقدم فيها ايه؟ في مجزر، في وحده، بيشرف على الامن المركزي، بيشرف على المستشفى، طبيب بيطري واحد. لما ياخد اجازه بضطر ادور له على طبيب من المدريه، وعلى كده بقى معظم الوحدات الاداريه اللي موجوده عندنا في جنوب سيناء، واعتقد على مستوى الجمهوريه في مشكله العجز في الاطباء. يبقى اذا لما بنقول عايزين فرص عمل للاطباء، مش منطلق ان انا اوجد فرص عمل كوظيفه، لا، انا بحافظ على ثروه حيوانيه وبحافظ على صحه الانسان. طب هو دكتور دلوقتي عشان خاطر برضه ايه، يبقى ايه خدنا اول نقطه كامله. انا طبعا يعني قبل ما نقفلها النقطه الاولانيه اللي هي توفير فرص عمل الاطباء البيطريين، انا اللي شايفه من وجهه نظري اتجاهات الدوله دلوقتي كلها عدم التعيين
الشغل الحكومي، موظفي الحكومه كتير مش عاوزين نعين، او خلاص في اتجاه عام مش الاطباء البيطريين بس، لا ده على مستوى الجمهوريه خلاص وقف التعيين. فدلوقتي وعشان كده بقول ان احنا عاوزين نبقى في فرص حاجه بديله. ما هو عشان كده بقول فرص بقى عن طريق ايه؟ تشغيل المزارع، في المزارع ما هديش تكلف ما الدوله. هو ده دلوقتي مش هتعين؟ مش هتعين انا، لا مش هعين ده، اخلي المزرعه صاحب المزرعه يعين طبيب، يعين طبيب على حسابه. تمام. ومش هديه ترخيص للمزرعه بتاعته الا اذا كان متعاقد مع طبيب بيطري. تمام. كده يبقى احنا ما خلفناش الدوله حاجه. تمام. وما وقفناش ضد التوجه الدوله في ان مفيش تعيين. ماشي. انا كان ليا راي برضه في النقطه ديت، ورأي ده تقريبا متبع في بعض دول الخليج والسعوديه وكده، واخد بالك، بدل ما اخليها نظام افراد ان صاحب المزرعه يعين واحد بس او صاحب المطعم يعين واحد بس، انا عاوز اعمل فكره اللي هي الشركات الوسيطه الاشرافيه دي، انا شايف ان هي بتجيب نتيجه افضل، وهي دي تبقى يعني كحل تاني. المبدا موجود لكن الطرق تختلف، مفيش مشكله. ان انا الشركه دي يا دكتور بخليها مثلا مثلا سي بعلن ان عاوزين الحكومه عاوزه شركه خاصه بالاشراف على المزارع الدواجن، مش عاوز شركه واحده، خمس ست شركات، 10 شركات، 100 شركه. تمام. واخد بال حضرتك، من شروط الشركات دي ايه؟ تعيين عدد من الاطباء البيطريين بحيث ان كل طبيب بيطري يبقى مكلف بالاشراف على مزرعه. الشركه دي اللي انا بتعامل معاها، انا بفتش مش على المزرعه، لا ده انا بفتش على الشركه دي. تمام. واحط درجات ليها، الشركه دي هي في نفسها اللي بتتابع وبتبعت الدكتور للمزرعه الفلانيه والمزرعه الفلانيه وسي مثلا منطقه زي الريف الاوروبي، زي جامعه عوبي، زي الجامعات الكبيره دي، بتبعت حد ليها يعمل اشراف كامل. وبعد كده انا بتيجي ناحيه التفتيش، بفتش على الشركه دي نفسها ان هي بتقوم بعملها كامل، وهي بتديني تقرير ان المزارع اللي تحتيها دي ماشيه كويس، وفي نفس الوقت بفتش برضه تفتيش مفاجئ على المجموعة المزارع اللي الشركة دي بتشرف عليها، ده متبع في المزارع، وفي نفس الوقت ممكن يتبع على اللي هي النوادي والمطاعم والحاجات دي، شركات برضه وسطية زي ما بيحصل كده في السعودية، شركة معتمدة بتعتمد من عندنا من مثلا من وزارة الزراعة، إن الشركة ديت شركة للإشراف على المطاعم، فيها عدد 50 دكتور بيطري، منطقتها مثلا في منطقة الجيزة، أنا بفتش عليها وبديها نقط، وهي نفسها بتدي للفندق نقط لو في حاجه حصلت بتديله، وبتبقى شغاله معاه بالورقه والقلم عشان خاطر يقدم احسن جوده، عشان تكون في جوده بالظبط كده. دي النقطه الاولانيه، ويا ريت نكون وفينا فيها، وان شاء الله يعني الكلام اللي بنقوله ده يبقى في مذكره لحل القضيه ديت وتتقدم للمسؤول على طول. ويعني كده خدنا اول نقطه مع الدكتور رمضان، وتنقل دكتورنا الجميل دكتور حسام خفاجه. النقطه الثانيه، ايه المشكله اللي حضرتك تحب نتكلم فيها كتاني مشكله يعني بتهز اركان الطب البيطري؟ طبعا اولا بشكر حضرتك على الدعوه الكريمه دكتور محمد، الله يخليك، وشرف لينا التواجد مع حضرتك. النقطه الثانيه طبعا حضرتك بس حاجه بسيطه لموضوع التعيينات او التكليف او زي ما يسمى، يعني لازم الحكومه تكون وسيط، يعني انا بتفق مع حضرتك مع الدكتور رمضان، لازم الحكومه تكون وسيط، يعني لو احنا طلعنا من حته ان يبقى في تعيين مباشر من الحكومه بسبب سياسات الدوله مفيش اي مشكله، بس الحكومه تبقى وسيط بالظبط ما بين المزارع وما بين الدكتور البيطري، وتسيستم الموضوع يبقى فيه او الشركه او الشركه الشركه تبقى هي المسؤوله، اصل الحكومه مش هتبقى هي مثلا مش هتروح تقول لصاحب المزرعه ادي الدكتور ده مرتبه بالظبط، لا هيبقى كده فعلا، لكن لو في شركه والشركه دي بتحاسب بالزبط حساب عسير، واخد بال حضرتك، عشان تقدر الامور كلها مكننه يعني. وهو الدكتور شغال تبع الشركه مش تبع الحكومه ولا تبع المزرعه، ولكن رقابه من الحكومه على ان الدكتور ده مؤمن عليه، الدكتور ده بياخد مرتبه في مواعيده، مفيش اي ضغط او اي تعسف عليه. دي بس كانت اضافه بسيطه لكلام حضرتك وكلام معالي النقيب. المشكله الثانيه بالنسبه للاطباء البيطريين، مشكله الباراميديكال او دخلاء المهنه دي بتؤرق، وده انا محمل رساله من زمايلي بما اني ادمن في اكتر من جروب خاص بالطب البيطري، دي رساله انا محمل بيها، دخلاء المهنة أو زي ما بنسميها الباراميديكال أو الناس اللي بتدعي صفة الطبيب البيطري، كل واحد معاه إزازتين خافض حرارة وأنتيبيوتيك ويروحوا يشتغلوا يعملوا نفس الدكتور، بيدخلوا نفسهم في كوارث وبيدخلوا المربي في كوارث، فالرقابة قليلة شوية، بتدمر الصناعة، بتدمر الصناعة يعني، الحيوانات بتموت والأدوية بيبقى فيها متبقيات ولا فاهم في أي متبقيات ولا فاهم في أي حاجة بالزبط. في الآخر بترد على إن الثروة الحيوانية بتتدمر، وتاني حاجة صحة الإنسان بتتدمر، فالاتنين، فده يعني عمود جامد من مشكلة القضايا الهامة. مشكلة دكتور، مليارات الاستثمارات، يعني احنا أنا في مجال الدواجن كشغلي، أنا في مجال الدواجن 120 مليار
جنيه استثمارات الدواجن بس. النهارده لو واحد عنده مزرعه يعني في عرفنا احنا كدكاتره صغيره 5000، 5000 فرخ النهارده 5000 طائر بيكلفوا يعني اضرب حضرتك في 40 جنيه، يعني حوالي 200000 جنيه. الفرخه الواحده بتكلف 40 جنيه، يعني مزرعه صغيره 5000 فرخ 200000 جنيه، لو 10000 تتكلم في نص مليون، داخل في 400000 او نص مليون. شوف بقى كام الف مزرعه، مصر فيها حوالي من 50 ل 100000 مزرعه ما بين شركات وما بين كده، فعدد رهيب جدا من الاستثمارات وفلوس كتيره جدا ما ينفعش تحط في ايد ناس مش ذات علم، مش ذات ثقه. فلذلك احنا بنطالب برقابه صارمه على العيادات البيطريه، كل من لا يحمل كارنيه مزاولة المهنة مهنة الطب البيطري لازم يكون تحت المجهر ولازم يتحاسب، ولازم تكون القوانين رادعة والعقوبات رادعة زي ما بيقولوا، ويتعمل سيستم ما بين الحكومة وما بين وزارة الداخلية وما بين التموين وما بين الهيئة العامة للخدمات البيطرية، يتعمل زي تجانس أو تناغم ما بينهم في القضاء على هذه المهنة. دكتور المشكلة دي الأساس بتاعها يعني أو العمود الرئيسي فيها نقابة ولا حكومة؟ الاثنين بمعنى، بس في الاول والاخير النقابه. بالظبط، تمام، النقطه دي اللي عاوز اوصلها. بالظبط، النقابه لو قويه، يعني نيجي مثلا للناس المحترمين جدا نقابه الاطباء البشريين، كان في طبعا ايام زمان لو تفتكر التمرجي او حلاق الصحه كان بيقوم بدور الطبيب، فحصلت حمله رهيبه جدا من النقابه القويه نقابه الاطباء. مفيش حاجه النهارده المشرط، يعني حركه المشرط بحساب، لازم بدكتور، يعني لا يسمح. النهارده مفيش حاجه اسمها النهارده اختفى حلاق الصحه، اختفى الناس اللي بتقوم بعمل الاطباء البشريين لان بسبب قوه النقابه. الصيدله برضه تقريبا نفس النظام، الصيدله نفس الموضوع. ففي نقابه قويه جدا بتعرف تجيب حق اعضائها، بتعرف تتكلم باسمهم كويس، انما للاسف مع احترامي الشديد للنقابه، نقابه الاطباء البيطريين فيها من الضعف الكثير جدا، ضيعت حقوق كتير جدا لينا. يعني زي ما حضرتك تكرمت وقلت في قضايا مش مشاكل، احنا عدينا فعلا موضوع قضايا المشاكل، في قضايا الباراميديكال، التعيينات، يعني النهارده دكتور محمد، يعني دكتور رمضان تفضل بموضوع الاشراف على المزارع، من ضمن ضعف النقابه في شهر مارس اللي فات قالوا ان قانون الاشراف على المزارع طلع، كلنا فرحنا وقلنا بشرة خير وربنا يصلح الحال وعايزين بقى الاليات. شهر 3 لحد النهارده مفيش عقد واحد اتكتب. دي لو نقابة قوية مع احترامي الشديد ليهم كان من تاني يوم اتحركت. مفيش عقد اتعمل، كنا عملنا اليات، كنا حافظنا على الامن القومي بتاعنا، حافظنا على اقتصادنا. ان معالي وزير الزراعه بيقبل زي ما قلت قبل كده اي اقتراح، فالمفروض اللي انا كنت شايفه كانت الخطوه اللي بعد كده، ايه المقترح بتاعكم كنقابه اطباء بيطريين؟ ايه اللي انتم شايفينه عشان خاطر ننفذ بالظبط اليات الخطوط العريضه؟ هتشتغلوا ازاي يا جماعه؟ هيتعين العقد هيبقى بكام؟ الاليه بتاعت التنفيذ ازاي؟ المراقبه ازاي؟ باركنا للنقيب واعضاء النقابه قلنا لهم ركزوا على الاليات. ركزوا على الاليات. لا شيء، nothing زي ما بيقول، لحد النهارده مفيش عقد واحد اتمضى. ماشي. فيعني الله المستعان. ماشي. دكتور رمضان بالنسبه للنقطه دي برضه يعني اللي حضرتك شايفه بالنسبه للباراميديكال وانتشارها. انا شايف ان طبعا النقابه طبعا ليها دور قوي جدا. صحيح برضه نقطه شده القانون نفسه، يعني تغليظ بمعنى الاصح، الغرامات، الحبس، الحاجات دي بتدي اقراف، بس بيجي رقم واحد هو النقابه، رقم اتنين بيجي القانون. تمام. القانون هنا هتبقى مفاجاه للي بيسمعونا. القانون حد الاقصى بتاعه على مدعي لهذه المهنه 50 جنيه. تخيل ان في سنه 2020 والغرامه 50 جنيه. هل ده يعتبر رادع؟ المفروض ان هي تكون حبس وجوبي. لانه بينتحل صفه الطبيب. تمام. وتؤثر على الصحه العامه. تمام. واذا نتج عن تدخله الطبي اي خطا تغلظ العقوبه. بالظبط كده. لكن انا ادي 50 جنيه، ده انا بدي ده كده كاني بشجع الناس كلها انها تتعامل. وده بيدينا برضه لموضوع عدم الرفق بالحيوان، يعني طبعًا. انت بتعامل الحيوان ده، انت لما تسكت على واحد باراميديكال زي ده بيعمل صنار او بيعمل عمليه الحيوان او كده، انك بتتحامل الحيوان ده اكنه حجر. طبعا واخد بال حضرتك، اكنه لا مش متخصص اللي بيشتغل. ودي برضه كمان تعتبر لو حاربنا الباراميديكال وقضينا عليها هتعتبر جزء منها برضه ايجاد فرص عمل.
بالظبط، لان كده انا بلغي واحد بيزاحم الطبيب بيطري في عمله. ده دي احد روافد البحث عن طرق لفرص العمل. الحل الامثل يا دكتور حسام اللي حضرتك شايفه بالنسبه لحل مشكله او قضيه الباراميديكال، قضيه، لان احنا فعلا هنحولها قضيه بمقترح ايه اللي احنا هنعمله، ايه العقوبه اللي هتنفذ، ايه اللي هيناله الشخص اللي هيعمل كده. ولازم يبقى فيه ناس تبقى الاعلام كله يعرف بيهم، بحيث ان هو ايه خلاص الناس كلها ايه، اي حد بيفكر ان هو ما يبقاش طبيب بيطري ويشتغل بدكتور بيطري يرجع في كلامه تاني ويرجع لورا. بالظبط، هو في طبعا حلول كتيره، اولها طبعا تغليظ العقوبه زي ما قال الدكتور رمضان تفضل، يبقى في حبس وفي غرامه كبيره، مفيش حاجه اسمها 50 جنيه دي، يعني مثلا اول مثلا مره لو اتمسك اول مره احنا هنقول مثلا لو بالظبط سعر حتى البقره ولا سعر الجاموسه يعني 50,000 حلو قوي، وحبس سنتين بالظبط. تمام كده. دي اول، لو اول مره، لو ثاني مره وتكرر هذا الامر تضاعف العقوبه، ضعف المبلغ وضعف مده الحبس. الحاجه الثانيه يتعامل توعيه للمربيين، توعيه للفلاحين، يا جماعه الراجل ده بيضرك مش بيفيدك. تمام. الراجل ده بيخسرك، فيتعمل توعيه في الوحدات البيطريه، يتعمل لو اعلان مدفوع الثمن، يعني احنا صرفنا كتير جدا في النقابه وحضرتك عارف ملايين الملايين. تمام، بدون داعي. فمعلش اعلان صغير يعني 30 ثانيه ولا 20 ثانيه بتجريم دور الباراميديكال، وان احنا نعرف الناس ان ده بيضرك. تمام. ان ما تدخلش حد مش دكتور متخصص لمزرعتك او لمواشيك او لاي، واعرف حقك، شوف اللي انت بتعامل معاه طبيب ولا لا، وصوره او بلغ عنه. تمام، انت لو قلت له هات كارنيه هيقول لك اتفضل، المفروض اديني كارنيه. تمام، اديني مزاوله المهنه بتاعك. صدقني والله العظيم يا دكتور محمد لو اتعمل توعيه، الشعب بتاعنا شعب واعي، والميديا زي ما حضرتك عارف بتاثر. تمام. في الشعب بتاعنا من النقابه اعلان مدفوع الثمن، يعني مش هتعمل طبعا كبير جدا. النقطه الهامه قوي، النقطه الهامه بقى، النقطه الهامه والمواقبه طبعا، تعاون وتنسيق ما بين الجهات الرقابيه وتفتيش وتعامل. دي الفكره بتاعتنا كشباب، يتعامل في كل مدينه زي مجلس او اعضاء سريين. تمام، ما يتعرفوش في المكان، يعني ناس مثلا، انا مثلا من المحل، انا من مدينه المحل الكبرى. تمام؟ تمام، انزل اراقب في طنطا. تمام، او ابلغ اصحابي، لان طبعا بيبقى ان اصحاب البلد او القريه عارفين بعض، فعشان اشيل من زميلي الحرج ما ينفعش. اوكي، فزميلي بيبلغني، يبقى في زي لجنه سريه تابع التموين او تابع النقابه او تابع مديريه الطب البيطري، فيها خمس اعضاء مثلا، فيهم حسام، فيهم الخمس اعضاء دول، بينزلوا بياخدوا البلاغات وبيبلغوا عن الاماكن. دكتور زميلنا والله يا جماعه حقوقي، ده عمل تطوعي بقى، عمل تطوعي. وده دور النقابات بالاتفاق مع المديريات المديريه، يعني لازم تنسيق بالمديريه اللي تابعة للمحافظه. بالظبط، ده فكره احنا توصلنا لها، النقابه الفرعيه اللي تابعة للمحافظه. بالظبط، ده فكره انا وصل لها انا وزمايلي في الادمنز جروبات البيطري، ان يتعمل تطوعي في كل مدينه عشان نشيل عن، يعني الزميل النهارده يتصل بيا والله يا جماعه في جنبي باراميديكال او داخل مهنه فاتح عياده وبيبيع وبيشرح وبيعالج، ارجوكم تعالوا له. احنا هنروح ناس غرب ما يعرفناش. تمام، وبيدينا خط سيره او موعد عمله، بيبتدي طبعا بالتنسيق طبعا مع الجهات الرقابيه، وابتدي يعني نروح له ونشوف دنيته عامله ايه، وابتدي ده لو نزل صورته في جريده او في تلفزيون، صدقني في خلال شهر يا دكتور كله هيقفل، كل دخيل مهنه هيقفل. فالسلاح بتاعنا الميديا، ثم الميديا، ثم الميديا، وناس مخلصه لمهنتها. تمام، يعني ده حل قوي جدا جدا يعني. تمام، هو برضه يا دكتور في نقطه احب اضيفها برضه، اللي هي نقطه ايه، الاطباء البيطريين، يعني مثلا حضرتك في المجال بتاع الاشراف على مزارع الدواجن. تمام. يبقى في هنا من النقابه، واخد بال حضرتك، زي ترخيص، مش ترخيص يعني، انا بدي لحضرتك صفه بالضبط. صفه اخصائي مشرف دواجن، واخد بال حضرتك، يبقى معروفين عددهم على مستوى الجمهوريه كام واحد، يعني سي مثلا 500، النقابه بتطلع لهم اخصائي اشراف مزارع، اخصائي اشراف مزارع جول، واخد بال حضرتك، فيبقى في تخصصيه شويه في المجالات ومعروفين، بحيث يبقى معروف مثلا مجال حضرتك هو فيه 500 دكتور بس. طبعا. اي حد خارج ال 500 دكتور اللي معاهم كارنيه اشراف مزارع دواجن ده، لا ده انت كده احتمال ان انت تبقى خارج المهنه خالص، او متمارس او باراميديكال او اي حاجه. فدي لازم النقابه برضه، يعني انا بقول حوالي 90% او 99% من الحل هو النقابه. بالظبط، وبعد كده بيجي دور الجهات الرقابيه والحكومه، لان حاليا يعني على مستوى العالم كله الدور المجتمعي بقى ياخد 3/4 حل المشكله.
وربع على الصفات الحكوميه. الحكومات دلوقتي مبقاش بايديها، يعني لما تيجي تكلم حكومه في حل مشكله او في حل قضيه او في فبيقول لك ما فيش ميزانيه، ما فيش فلوس ان انا اصرف لك على الموضوع ده. طبعا فهي دلوقتي الحل المجتمعي بتاعنا ايه؟ هي النقابه. النقابه دي تعتبر هي المجتمع اللي بيقدر يحل المشاكل دي بنسبه 90%. دكتور رمضان، يعني نحب برضه سريعا كده كده خدنا موضوعين هامين، الموضوع الثالث اللي حضرتك تحب تتكلم فيه بالنسبه للاطباء البيطريين. الموضوع الثاني الثالث برضه موضوع الكادر الخاص بالمعهد الطبي. مشكلتنا في الطب البيطري ان احنا دم الطب البيطري متفرق بين الجهات المعنيه. التصريح بتاعنا بناخده من وزاره الصحه. بنتبع وظيفيا وزاره الزراعه. ده بالنسبه اللي شغالين في الحكومه. تمام. نقابيا احنا تبع اتحاد نقابات المهن الطبيه. لما تيجي اي ميزه لباقي اعضاء المهن الطبيه، التابعين لوزاره الصحه، الطبيب البيطري التابع لوزاره الزراعه، بيبخسوا حقه في هذه الميزه. رغم ان المهنه واحده. والتعب اكتر في وزاره الزراعه والامراض اكتر والعدد اكتر، يعني 90% مثلا او ممكن نقول 80% من عدد اطباء البيطريين في وزاره الزراعه، وزاره الزراعه تمام، وما يتعدوش 10% تقريبا اللي بيشتغلوا في الصحه. فاحنا لما يطلع كادر الطب المهن الطبيه ويستثنى الاطباء البيطريين من هذا الحق، ده بيحدث احساس بالغبن والاضطهاد للاطباء البيطريين، رغم ان هم بيعيشوا نفس الظروف واكتر. الامراض الوبائيه اكثر خطوره، التعامل مع الحيوان اكثر خطوره من التعامل مع البني ادمين. نفسي خريج كليه بيعاني نفس المعاناه والتعب في الكليه بتاعته، لكن لو جينا نطبق نقول لك لا ده دي لوزاره الصحه، طب طبقي وزاره الزراعه، لا احنا مش هندي كده. فدي اشكاليه محتاجين تتعرض وتتعرض باسلوب صح برضو، مش اللي يعرض المفروض. وده املنا في النقابه الجايه، لان احنا النقابه الحاليه قدمت ما عندها وكفاهم هذا. عايزين نقدم ناس تانية. اربع سنين او ست سنين. يعني فترة كبيرة جدا. كبيرة. تكون حليت ومحلول وعملت. ما عملوش حاجة. قدمهم وتعبهم. عايزين فكر جديد. عاوزين مزيد. لان الاطباء البيطريين عاوزين حاجات تانية. وجه جديد يقدم بطريقة اخرى من كده. تكون لها قبول عند متخذ القرار. حاسين بعدم وجود بمعنى اصح حاجة على ارض الواقع. بس. يعني عاوزين خطوه خطوه تدي قدام. طبعا. يعني يمكن حضرتك اتكلمت على الكادر، لا مش الكادر بس، ده الكادر دلوقتي ده جزء. وبعد كده الاخير ديت اللي هي بدل المخاطر او بدل العدوى، بدل المهنه هو. يعني ده الكادر نفس يعني المخاطر نفس هي واكتر. بالظبط. دي برضو حاجات، وزائد برضو يمكن عدم وجود كيان اساسي نعرف نتعامل معاه، هو ده المشكله. يعني نيجي مثلا حتى لمشكلة ترخيص العيادات. ترخيص العيادات مطلوب منها انك انت من ضمن شروط ترخيص العيادة مثلا محتاجة موافقة المحليات. المجزر انا تابع المحليات، انا الطبيب البيطري زي ما قلت لحضرتك متفرق بين الجهات المعنية. لما يجي يعمل عيادة يقول لك هات موافقة المحليات. موافقة المحليات اشمعنى موافقة المحليات في العيادة البيطرية بالذات؟ طب نروح المحليات بترفض. يعني انا عندي في شرم الشيخ طبعا دي مشكله هي عامه، بس انا بتكلم على شرم الشيخ لان المشكله فيها جامده. ليه؟ انا عندي العياده هناك عياده تقدر تقول عياده في يعني مش موجوده في اي مكان تاني للناس كلها، يعني اللي عندي هناك ليها خصوصيه، العياده في فيلا. العياده يعني عندي اطباء عاملين العيادات في فيلا. تمام. ورغم ذلك مش عارف ارخص. ليه؟ لانه محتاج موافقه المحليات. المحليات تقول لي ده سكن، طب هو ساكن ليه مدخل خاص بيه هو، والدور السكن التاني بتاعه سكنه، والدور الارضي عياده. يعني مفيش مشكله، مفيش جار ليه هيشتكيه، ولا واحد جار ساكن في نفس المكان هيشتكيه. حاولنا والدكتور نقيب القاهره حاول مع الهيئه وخد موافقات ان هي يعني يجنب موافقه المحليات، ولما راحت لوزير الزراعه راحت للمشرع القانوني رفض. طبعا محتاجه برضه تكاتف وتحرك من النقابة العامة. ان شاء الله لما يكون في دم جديد في النقابة العامة يقدم فكر جديد ويحاول يحل المشكلة دي. كده لو دي كمان اتحلت المشكلة دي، يبقى انا وفرت فرص عمل لطبيب، كل عيادة هتشغل 2 اطباء مثلا،
حافظت اثاره الحيوانيه لان في دكتور موجود ومراقب ومرخص كده، حاربت الباراميديكال برضه لان ده ما يبقى انا حليت كذا مشكله بهذه الجزئيه. اتمنى ان احنا نجد صدى لهذا الكلام طبعا عن متخذ القرار. المشكله اللي حضرتك بتقول عليها دي تسجيل العيادات برضه يعتبر يعني هنقول مش مشكله، دي قضيه من قضايا الطب البيطري، ان معظم الاطباء البيطريين دلوقتي اخر ما بيزهقوا ما بيسجلوش. يعني الاطباء البيطريين خلاص بقى حاول مره يمشي قانوني ويقدم ورقه، تيجي الورق يقف على المحليات ويقعد يلف ويدور، في ناس بتلف من ابواب اخرى ويدفع عشان خاطر ياخد. ما احنا عايزين الاطار القانوني بالظبط. فالمواضيع دي كلها يعني حلها ايه في الاخر؟ حلها وجود يعني لجنه، واخد بال حضرتك، تتعمل لجنه لمعاينه المكان وتبقى هي صاحبه القرار. اللجنه دي تبقى شقها بين نقابه الاطباء البيطريين وبين الطب البيطري نفسه. موجوده بس بيشترط وافقه المحليات. لا ده عايزين نلغي هذا الشرط. طالما عينت ولقيت المكان كويس ويصلح خلاص يعني، واخد بال حضرتك. لكن المحليات في دورها في الموضوع ده تنظيمي. تمام. ان المكان ده ملكك وتبعك وليه مدخل خاص، خلاص. لكن مش عشان خاطر السكني خلاص ارفض، لا. ما معظم العيادات البشري معموله في سكني. حتى لما يكون بيطري وليه مدخل خاص خلاص مفيش مشكله. يعني اعتقد مش هتكون في مشكله اساسا يعني. تمام. طبعا يعني من يعني المشكله اللي حضرتك قلت عليها ديت يعني حلها، واخد بال حضرتك، في ايد وزاره الزراعه. واللي احنا بنطالب فيه وزاره الزراعه ان هي تبتدي تقعد اقل حاجه مع اصحاب المشكله، واخد بال حضرتك، وتحصل تشاور في الموضوع بحيث في الاخر نقدر ان احنا عاوزين الاطباء البيطريين كلهم يبقوا مسجلين، سواء عياده سواء مركز طبي، سواء يبقى كلهم مسجلين، بحيث ان في الاخر الفايده هتعود على وزاره الزراعه في الاخر وعلى هيئه الطب البيطري، وهيمنع برضه هتبص هتلاقي عن طريق غير مباشر تحل مشكله الباراميديكال، تحل وترضى المواطن والعصابه الحيوانيه كل شيء. فان شاء الله الموضوع ده ان شاء الله برضه يلاقي له حل. دكتور حسام، يعني في حاجه بتحب تضيفها بالنسبه لقضايا الطب البيطري غير اللي احنا قلناهم لغايه دلوقتي؟ احنا قلنا ثلاثه. تمام. في طبعا اللي هو تاهيل الطبيب البيطري، اللي هو التطوير والتتهيل. يعني احنا عاوزين تطوير عشان هو التطوير هو اللي هيقودنا الى القضاء على معظم المشاكل دي. ايه اللي بيخلي الفلاح او المربي يلجا للباراميديكال او تاخير المهنه؟ سوري، بيلاقي اللي قدامه كطبيب بيطري مش قوي، مش متمكن من مهنته. تمام. فانا لو عندي طبيب قوي، طبيب يعني ملم باحدث التقنيات وباحدث يعني عامل ابديت لمعلوماته وعنده متدرب تدريب كويس سواء عن طريق الكلية أو بعد كده لما يتخرج النقابة توفر له كورسات وتوفر له سبل يعني تجويد مهنته، الراجل المربي له المصلحة. أنت جبتك للحالة دي عالجتها صح، خلاص مش هجيب غيرك، فشلت بيدور على غيرك. فكون أن الطبيب البيطري يعدي الباراميديكال أو يعدي داخل المهنة بمراحل في التعليم، بمراحل في التقنية، سونار، طبعا طرق العلاج كترت جداً. فانا عاوز المواد اللي في كليات الطب البيطري يحصل لها تطور. احنا بناخد حاجات من سنه 50 ومن سنه 40، حاجات عاف عليها الزمن. عاوزين تطوير في المناهج التعليميه في كليات الطب البيطري، وبعد هذه المناهج الاهتمام بالعلمي يعني الاهتمام العملي. يعني انا يتهيألي دلوقتي معظم العالم وكده ومعظم الكليات العمليه 75% عملي و25 احنا ماشيين بالعكس. بالظبط. احنا ماشيين بالعكس، وهو ده اللي بيخلي الطبيب البيطري معلش يطلع. يعني مش كل طبعا الكليات، في كليات جدا كتير جدا محترمه وكليات كويسه بتحاول تدي عملي على قد ما تقدر، بس تبقى قاعده على مستوى كليات الطب البيطري كلها. بالظبط. واخد بال حضرتك ككليه، وان احنا 75% عملي 75% شغل بالايد، وبعد كده العلم ده دلوقتي بقينا بنجيبه كلنا من على النت. يا دكتور محمد، احنا كليه عمليه طب يعني الطب البشري الانسان بس، والطب البشري بيتخصص في حاجه معينه. تمام. انما احنا اكتر يعني مجالات رهيبه جدا، فكل شغلنا عملي. احنا بالعكس زي ما حضرتك قلت كله نظري. تمام. العمل بسيط جدا، اللهم الا يعني كليتين ثلاثه على مستوى الجمهوريه ومعروفين بالاسم، مش عايزين نذكر عشان بقيه الكليات ما تزعلش مننا. تمام. بس اللي يقول لك عاوز تتعلم بايدك، ده كليه كذا في الجنوب كذا، مش عايزين نذكر اسماء، وكليه او اتنين بالظبط، وبقيه الكليات نظري وحفظ والعملي مهمل او مهمش. تلاقي 50 60 طالب واقفين على مش عارف عليه عشان بس يتفرجوا، هيتفرج ولا هيتعلم ازاي؟ فعاوزين نطور البحث العلمي، نطور التعليم في كليات الطب البيطري، الاعداد اللي تخش تبقى اقل شويه بحيث يطلع طبيب بيطري بروفيشنال
محترف يقدر يسد في مكانه ما يديش فرصه، لان النهارده انا راجل معايا سونار، معايا معامل، معايا كل شيء. الثاني او البارميديكال او الدخيل واخدها بالفهلوه، يبص كده مش عارف ايه ويكتب حاجه لا تذكر في العلاج، انما ده تحليل اشعه، شغل زي ما بيقولوا شغل علمي، شغل راقي. المربي او صاحب المزرعه او الاونر زي ما بنسميه، مع الوقت ولما الاقي صيدليه الدكتور البيطري حديثه وعيادته حديثه وفيها احسن اجهزه، غصب عنه هيتجه لايه؟ هيتجه للطبيب البيطري ويهمل البراميديكال او دخيل المهنه. بالاضافه ليه؟ هعيد تاني، اعلانات مموله للتوعيه للمواطنين، هيسمع ده في التلفزيون ويشوف عياده حديثه، ادوات حديثه، دكتور بيطري شاطر. صدقني في اقل من سنه دكتور محمد هنقضي على هذه الظاهره. هو كده دكتور احنا برضه رجعنا تاني لنقطه النقابه. انا دلوقتي عاوز اطور العيادات البيطريه على مستوى مصر كلها، حضرتك عاوز تعمل نقله تكنولوجيا للعيادات البيطريه اللي هي بتعتمد على دوبك شويه ازايز دواء والدكتور والسماعه بتاعته، انت عاوز حضرتك تطورها ان هو يبقى عنده معمله الخاص، عنده سونار وعنده اشعه، عنده فدي هتحتاج مبادره من نقابه الاطباء البيطريه لتطوير بالظبط. ما انت عاوز تطور الاطباء البيطريين، وبعدين نقابة معناها أطباء بيطريين، فأنت شغلك الشاغل ولا مقرات ولا نوادي ولا الحاجات دي كلها ولا حالات، ما يعني هدفك الشاغل هو الطبيب البيطري، أنت عاوز توصل لكل طبيب بيطري في قرية وتحاول تطور منه. إزاي أن أنت توصل لمثلا هنقول مثلا 20,000 دكتور عندهم عيادات لارج انيمال على مستوى الجمهوريه، ازاي توصل لهم وازاي تقول لهم طوروا عياداتكم، حطوا فيها، خلوها شيك، خلوها فيها اجهزه، خلوها فيها معدات حديثه، تديهم دوات، تعمل لينك بين الخارج والداخل هنا، تعمل لينك بين دكاتره في المانيا، في انجلترا، في فرنسا، وبين الدكاتره هنا في المجال التخصصي، في مجال الخيل، في مجال الحيوانات الاليفه، في مجال اللارج انيمال. كل دي كلها بنرجع ونصب ان دي كلها مبادرات المفروض الاولى بيها رقم واحد النقابه، وده بينقلنا الموضوع تاني هام جدا، ويمكن هو خبر نزل النهارده اللي هو اعلان انتخابات الاطباء البيطريين يوم الاربعاء 26 اغسطس 2020. يمكن كانت اتاجلت كذا مره، وده ان شاء الله اخر ميعاد، والدليل على كده هو نزل في الجنان، بس احنا صراحه كنا هنجيبه على هيئه خبر، بس للاسف ان هو الخبر بتاعه يعني نازل جايز مش محدد شويه، ف يعني ما عرفناش نجيبه قوي يعني صراحه يعني. فنتكلم في النقطه دي شويه يعني، نقطه الانتخابات الاطباء البيطريين، وان شاء الله يعني عاوزين اقبال من الاطباء البيطريين لاختيار نقول دم جديد، وجه جديد، ناس تعمل شغل، ناس يعني انا بقولها رقم واحد وانت نازل تنتخب تبص للناس، الناس دي اشتغلت ولا الناس دي عملت ولا سي، انت هتختار الف ب ج، ما هتختار واحد اتنين تلاته، هتختار اي حد، بس اهم نقطه ان انت عارف الناس دي اشتغلت، الناس دي بتشتغل، الناس دي بتاعت شغل، اشتغلت قبل. ايه راي حضرتك يا دكتور رمضان يعني في انا طبعا متفق معاك ان يبقى في حضور وحضور مكثف، وكل واحد يعني برضه يوضع في حسبانه اللي اختار هيختار مين، هل من الفريق القديم ولا من الحديث. تمام. يشوف الاول عشان يعني يحسن اختياره، يجنب، يقلل العدد اللي قدامه عشان يختار، يستبعد مين، وبعد كده القعد اللي قدامه هيبقى بسيط يقدر يختار مين. يستبعد من اسرف في النقابه ومن ضيع اموال النقابه ومن لم يقدم حلولا لقضايا ومشاكل الطب البيطري ومن اصطدم بجهاز تنفيذي واصبح العناد. دي كلها نصائح حضرتك دكتور رمضان بيقدمها للناخب البيطري، نصائح هامه جدا. ومن اصطدم وكان العناد بين الجهاز التنفيذي والنقابه بسبب الصدام بين الجهاز التنفيذي، مما اثر على تنفيذ اي حلول لاي مشكله من مشاكل الطب البيطري. من اهان الطبيب البيطري تستبعد. تمام.
من وصف الاطباء البيطريين بانهم مفرخ الباراميديكال يستبعد. بعد كده نختار من له خبره بالعمل النقابي. وعايزين وجه جديد شباب يكون عنده حسن الاستماع جيد، يحتوي الجميع، يستمع للجميع. واحد مننا. واحد مننا زي ما قلنا كده. وبعدين احنا المجال البيطري مش المجال الحكومي بس. ده احنا 80,000 طبيب، حوالي 7 بس اللي شغالين في الحكومه. 7,000 بس. في بقى بقيه ال 80,000 ده قطاع خاص. شركات الادويه والادويه والحاجات، مين اللي يمثلهم؟ وعايزين واحد يحس بالناس دي وبرضه يكون فاهم بصفته النقابيه وخبرته النقابيه مشاكل الطب البيطري بحضوره الجمعيات العموميه والاجتماعات النقابات الفرعيه كده نختار صح. نتنقل لدكتور حسام. شكرا دكتور رمضان، عشان معانا خلاص الوقت في نهايته، ففي دقيقه كده حضرتك برضه نصيحه لانتخابات الاطباء البيطريين الاربعاء 26/8 القادم. طبعا بقول للناس تنزل، تمام، مشاكلكم انتوا عارفينها، انتوا حملتوني ان انا اوصل مشاكلكم، وصلناها. المشاكل دي اللي هيحلها نقيب قوي، نقيب عنده افكار جديده، نقيب غير نمطي، نقيب ما يعملش لمصلحته الشخصيه، نقيب يكون يفضل يكون ما يكونش في حاجه تنفيذيه او في كتر تنفيذي عشان ما يبقاش عليه ضغوطات من اي اتجاه. يعني دكتور حضرتك دكتور محمد قلت الناس اللي ضيعت الفلوس في المقرات وضيعت الفلوس في النوادي وحاجات، النهارده عاملين بالظبط بالظبط، في حين ان انت ممكن كنت الفلوس دي تصرفها على معامل، تصرفها على ادوات تساعد الطبيب البيطري. عامل بالظبط، هدي مثال بسيط، عامل زي واحد راح عمل لقريه بسيطه كلها مزارعين، راح حط لهم 5 بنزينات للعربيات وتشحيم وصيانة العربيات، وهم أصلا ما عندهمش عربيات، تمام. أنت بتتكلم في سبت الأولويات واتجهت لرفاهيات، إحنا مش في رفاهية دلوقتي، إحنا عاوزين الدكتور البيطري يتعلم كويس، يبقى عنده مكان، عنده أجهزة حديثة، بالشكل ده أنت هتخدمه، بعد كده هيبقى الرفاهيات دي بعدين، تمام. فأنا عاوز الناس تنزل، اختار طبيب يكون عنده أفكار جديدة، بيفكر بره الصندوق زي ما بيقولوا، طبيب يكون شاب، طبيب ما يكونش له اي مصالح شخصيه عن طريق يستغلها عن طريق نقابه. هي دي برضه بتجيبنا الكلمه بتاعت حبيبنا دكتور محمود صقر، يقول لك انا عاوز دكتور يعمل من فسيخ شربات. بالظبط. لكن مش دكتور يعمل من شربات فسيخ، فاللي هو اتعمل الفتره اللي فاتت دي شربات وحاجات حلوه جدا اتعمل منها فسيخ ادت الى اهدار، لكن اللي احنا عاوزينه ان باقل الامكانيات تعمل حاجه كويسه جدا. وهو ده اللي احنا بنطلب بيه، وبنقول ان شاء الله يعني هو ده القادم، القادم احسن. احنا مش هنستنى برضه يعني كبرنامج هنا، اللي احنا قلناه ده هنعمله على هيئه مقترح الحلول والقضايا اللي قلناها ديت، وهنقدمه بنفسنا ان شاء الله بمعاونه الدكتور رمضان ودكتور حسام وانا وفريق الاعداد، ونقدمه للوزاره. مش هنستنى النقيب بس، هنديله برضه يعني احنا هنقدمه وهنشتغل على القضايا ديت بالارض صلبه، وفي نفس الوقت ان احنا هنبقى في ظهر اي نقيب يجي في صالح الاطباء البيطريين. وفي نهايه ختامنا للبرنامج بنشكر دكتورنا دكتور رمضان ودكتورنا دكتور حسام خفاجه، الف شكر لحضوركم وتقاومكم معنا، وان شاء الله نكمل في حلقات اخرى. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.